السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحصري للعربية المعروضة معانا دلوقتي، وهي السيات الكبرى موديل 2024. سيارة خطيرة، سيارة هجومية، تمام، وكمان سيارة فوق العادة، سيارة رياضية جدا، سيارة وحش على الطريق. انصح باي حد بيفكر يشتري عربية كروس باك سبورت يشتري سيات كوبرا. العربية بصراحة بتصميمها وتفاصيلها لا وحش على الطريق. بالنسبة للاضاءة والسفر والمشي بالليل لا، ديزاين مختلف تماما. زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي الفانوس وادي الفوج لايت وادي كمان الحساسات الأمامية اللي بتحميك دايما وبتديك مع الكاميرا الأمامية رؤية 360 درجة. طبعا التصميم بتاع الاكسدام مع الكبوت مع الرفرف مختلف تماما عن أي عربية في الإقفال بتاعتها، يعني العربية تقفيل ممتاز وديزاين بصراحة مفيش زيه. زي ما حضراتكم شايفين العربية حتى عالية على الأرض من قدام، مطبات في الشتاء، في أمطار، في الكلام ده كله، أنت في مستوى عالي عن العربيات العادية. العربيات حتى اللي زيها العربية بتكون واطية من قدام شوية. زي ما حضراتكم شايفين كده العربية فيها سوكة في الجنب وتصميم للمراية يديك مساحة ورؤية ممتازة، والسوكة اللي في الجنب دي بصراحة حامية الباب من اي خبطة ومن اي لبة. زي ما حضراتكم شايفين كده برضو الديزاين في الظهر بالنسبة للفانوس الكامل بيدي طبعا حماية اكتر للي وراك لما بتكون مشغل الفوانيس، وكمان جنوط النيكل كروم تكون معالجة حراريا عن جنوط النيكل بس. طبعا هنا وبزيادة شوية، لأن سيات دايما عربية بتأدب أفضل ما عندها. لسه هنخش جوه. طبعا العربية أسباني، تجميع أسباني زي ما حضراتكم شايفين كده، الليد فوق وتحت، يعني ليد مخفي وليد باين، تمام. العربية طبعا بتصميمها والخامة بتاعتها بصراحة لا ممتازة ممتازة فوق الوصف. تفاصيل وتدريج في التفاصيل زي ما حضراتكم شايفين كده، حتى وهو بيقفل الجزء الخاص بالسماعات مدي شكل جميل جدا، روعة يعني بصراحة. طبعا في مفتاح للشنطة من هنا بالنسبة للميموري الكراسي والسخانات والمساج. بالنسبة للكرسي طبعا الطيارة الجميل المعروف زي ما حضراتكم شايفين كده، كرسي طبعا مريح جدا جدا، يعني انت لو انت زهقان من القعده في البيت انت ممكن تنزل تريح في العربيه تفضل قاعد وبايت فيها. بالنسبه للطاره زي ما حضراتكم شايفين كده بالعلامه المميزه واللون الذهبي الغامق، بسم الله ما شاء الله. طبعا برضو الهوايات بتاعه التكييف، الشاشه التاتش الفول اتش دي ليد زي ما حضراتكم شايفين كده، الليد برضو تمام الباين والليد المخفي، وطبعا التابلو طبعا والعدادات كلها، كل العربيه ديجيتال. حتى هو حاطط لك طبعا الشكل بتاع العربيه قدامك برده عشان مريح نفسيا، العربيه مريحه. يعني انا حابب قوي الصوره اللي قدامي دي، انا كده مرتاح وهمشي بالراحه وهبقى هادي وخايف على عربيتي كمان. شايف برده العربيه، بص انا فاتح الباب مبين لك العربيه كلها، حتى هو على الشمال الار بي ام اعداد السرعه. لا تفاصيل ممتازه وديزاين يعني بصراحه يعني كفو كفو سيت. طبعا هنا في فتحات تايب سي تمام، وادي البوش بوتون بتاعها الستارت انجن والستوب، وادي الفتيس بتاعها حاجه ممتازه وفوق الوصف، وادي البارك، وادي كمان الفرامل واللوك. العربيه تفاصيلها وخامتها والديزاين بصراحه انت طبعا لما تنزل على ارض الواقع وتشوفها يعني بصراحة ممتازة. طبعا هنا السان روف بالكامل بانوراما،
الفيديو ده من اقوى الفيديوهات، وان شاء الله انا هستمر على الطريقة دي. بس الفترة اللي فاتت بس والله كان عندي شوية شغل وخارج اطار السيارات يعني، تمام، او خارج مجال السيارات. الايام اللي جاية ان شاء الله برضو انا بندعم القناة بمعلومات، وبنشوف شركة للانتاج السينمائي الخاص بالسيارات، وكمان الناس طبعا اللي بتتكلم في التكنيكال، لان كل عربية هيتعملها فيديو ان شاء الله. انا هنزل بمية فيديو لمية عربية قريب جدا. طبعا الروف راك هنا ممتاز جدا، وعندك هنا الاريال او الهوائي بتاع العربية برضو جميل، تفاصيل والليد ممتازة، الكوبرا العلامة بتاعتها، طبعا كاميرا خلفية، وهي طبعا المفروض العربية طبعا تاتش، بس انا مرفعها بايدي دي مش عارف، وان كليك زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا في استبن صغير، بس معلش بقى الاضاءة، طبعا هنحاول نفتح الكشاف. فتحنا الكشاف، طبعا هنا برضو دي فتحات خاصة بقى عشان لو انا هنزل الكرسي التايتل ليه، تمام، والكرسي التاني. وادي كمان الهروب، وادي المفتاح بتاع الشنطة. لا عربية تفاصيلها بصراحة ممتازة جدا، يعني انا انصح لو اي حد بيشتري عربية في الفئة دي. طبعا هنا برضو في الديفيوزر، طبعا هنا ده حاجة يعني فوق الخيال بصراحة، ديزاين جميل. هو طبعا مقفول لكن لا ممتاز ممتاز. زود شوية زود شوية على اي عربية انت بتشتريها في الفئة دي، لا، واركب العربية السيات الكبرى هتخدمك، وعربية تفاصيلها جميلة وعربية قوية جدا. وكل ما انت طبعا ماشي بانتظام مع الصيانة بصراحة يعني هتلاقي، لا هتلاقي وحش. انا بامانة ربنا يعني العربية دي اديها تقييم 99 على 100، ممكن 1% ده بقى لأي حد لو هو عايز يزود أي حاجة. بالنسبة للتبريد أنا برشح إن الشبكة تكون بالطريقة دي، ويكون الرادياتير تمام قدامه فاضي. في ناس كتير ما بترشحش كده وتحب الشبكة اللي هي بتبقى يعني الفراغات بتبقى قليلة شوية، وليكن على سبيل المثال زي البيجو 408، لكن أنا بحب الشبكة تكون التبريد أو كمية الهواء اللي داخلة على الرادياتير تبقى أفضل او كبيرة، تمام. فياريت انا انصحكم اللي بيدور على عربية SUV او كروس باك تكون رياضية وعربية تعيش معاه، لا نصيحة، خلي بالك العربية دي حلوة قوي، تمام، وتستاهل فلوسها والله. حاولت على قدر الامكان وبكل بساطة يعني، ومحدش طبعا يعني يتضايق من كلامي او من طريقتي، بكل بساطة تمام ان انا اقول لك ان العربية دي تستاهل. اشكركم، وطبعا العربية دي احنا بنصورها في معرض سيارات عبد الله في 30 شارع احمد عراب المهندسين الفرع الاول، التصوير في فرع الشيخ زايد بمدينة 6 اكتوبر بجوار مسجد الشرطة. شكرا ليكم ولدعمكم واشتراككم، وياريت كل الناس اللي شافت الفيديو ده تشيروا على جروبات العربية السيات الكبرى على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله.